التوقعات العامة لبرج الجدي لعام 2016. حضر نفسك عزيزي الجدي لسنة استثنائية تحملك إلى مشاريع عديدة وأسفار مهمة، وتدهشك في بعض الأحيان المفاجآت التي تتوفر لك والأحداث الإيجابية التي تطرأ فتستفيد منها سعيدا. إن جوبيتر في برج العذراء يبشر بفترة مشوقة جدا وبتغيير يحصل في حياتك، كإقبال على جديد أو على دراسة أو معرفة أو عملية تدريب. هو حلم تحققه في هذه السنة، ويفتح أمامك أيضا أبواب الخارج. تقطع الصلات مع بعض الماضي وتنطلق محررا، فيبتسم لك الحظ وتستريح من أعباء مادية وتحقق الاستقرار. يشير الفلك أيضا إلى مفاوضات مع بعض المراجع النافذة، ومع عمل خاص تبدأه أو تنشئ شركة أو مؤسسة لك، أو تستقل في عملك بعد فترة من الارتهان. يجعلك أورانوس مبدعا في مجال التكنولوجيا، وإذا كنت من المخترعين فقد تتوصل إلى إنجاز مدهش. تجني الأرباح عن طريق البناء أو العقارات أو كل ما له علاقة بمجال الأغذية، تجارة كان أم صناعة. قد تتحمس لقضية إنسانية تبرع في تمثيلها، أو تتلقى تكريما أو تقديرا، أو تحصل على ترقية. قد تقدم على ارتباط أو زواج وتفرح بصداقات تبدو مخلصة جدا. تمارس سحرا في هذه السنة وجاذبية قل نظيرها.